وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف سعادة النائب علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. بعد ساعات يتفضل جلالة الملك المفدى بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. ما هي استعداداتكم لمواصلة مناقشات الموضوعات التي سيتم إدراجها على طاولة المجلس خلال هذا الدور الاستثنائي حقيقة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة، واسمحوا لي في البداية أن أقدم يعني بمناسبة افتتاح الدور الثالث من فصل التشريع الخامس يعني أرفع أسماء آية التهاني والتبريكات لمقام قائد سفينة العز جلالة الملك المفدى الله يحفظه، وسمو رئيس وزراء وسمو ولي العهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني افتتاح خير وبركة على البحرين ومزيد من التقدم والتطور. أما بمناسبة يعني السؤال في افتتاح دور الانعقاد الثالث فصل التشريع الخامس، هو طبعا إن شاء الله راح يشهد المزيد من العمل والإنجاز، والمطلوب منه في هذه الفترة مضاعفة التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، سواء كان على مستوى التشريع بين النواب بعضهم بعض أو من خلال اجتماعات اللجان البرلمانية المختلفة أو مع حتم يعني مجلس الشورى، وكذلك يعني السلطة التنفيذية المثلة في الحكومة الموقرة. بالتأكيد طبعا كل ما يتحقق في صالح المصالح العليا للوطن ويلبي طموحات المواطنين، خلنا نقول كالإسكان مثلا والتوظيف والمتقاعدين والأمور هذه كلها، نسترشد حقيقة بالخطاب السامي لجلالة الملك الله يحفظه وتأكيد الرأى اللي ينظر لها جلالة الله يحفظه. طبعا الكل يعلم ويعرف الظروف الاستثنائيه اللي مر فيها العالم ومن ضمنها البحرين جراء تفشي جائحه كورونا. يعني اصبح علينا يعني القي على عاتقنا كاعضاء سلطه تشريعيه مهمه كبيره ومسؤوليه تحتم علينا ان احنا نعمل بجد وحرص على العمل وانسيابيه. وهذا اللي الجميع شهد له يعني بفضل رب العالمين في الفتره الاخيره. وما تعطلت المسائل لأن احنا يعني اجتمعنا عن بعد والمسيره ماشيه باذن الله. راح نواصل باذن الله يعني بكل عزم وتفاني وتعاون للعمل على خلق يعني جو عمل ايجابي ومثمر يعكس جهود المجلس النيابي ونضج العمليه الديمقراطيه في البحرين. طبعا احنا يعني نتجه الى تحقيق المنجزات والمكتسبات للوطن المواطن اولا واخيرا. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والاعانه في هذه المهمه في الدور القادم والى مزيد من التقدم في مملكه البحرين بقياده جلاله الملك الله يحفظه باذن الله. سعاده النائب علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.